صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جمعة يا رب مباركة علينا وعليكم يا رب. صباح الخير، الخير والسعادة والهنا دايما دايما يا رب. النهاردة جمعة، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة انزلت في شهر شعبان. شهر شعبان شهر جبر الخواطر، اللي جبر فيه خاطر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جبر فيه خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الأشياء إلى قلبه اللي كان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتمناها، وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. تخيلوا معايا إن النهاردة، أو إحنا النهاردة، على مشارف استقبال أهم ليلة بعد ليلة القدر، وبالرغم من ذلك هي أتت قبل ليلة القدر، ليلة النصف من شهر شعبان. ليلة النصف من شعبان مش ليلة عادية، وليلة الفوز، وليلة ابن قلبك يتحول لقلب أبيض. إزاي ده بيحصل وليه؟ ده اللي هنتكلم عنه. بس خلوني بس أشير لحاجة مهمة.